اهلا وسهلا اصدقائي، تحياتي، بتمنى ان شاء الله تكون كل امور كلوز. جيت اعرفكم على هذا المكان الجميل، منطقه عاليه اسمها بريمبرز هيل، مكان جميل وجميل وجميل. بريمبرز هيل يعني هي ملاصقه لريجنس بارك بس منفصله عنها. Say hi guys. Hi. بريمبرز هيل موجودة في الجزء الشمالي من ريجنس بارك، وتم افتتاحها عام 1842 وتابعة لبلدية كامدن. يا سلام، أول مرة أجي على النقطة هاي في بريمبرز هيل ملاصقة لريجنس بارك. احنا صورنا في تقريرين سابقين عن مناطق مرتفعه تشوف لندن من الاعلى، اللي هي بارلمنت هيل وعندك الكسندر بارك، لكن اللي بيميز هاي المكان انه احنا قراب كتير على لندن. اصدقائي القمه هذه مرتفعة عن سطح البحر 63 متر، محاطة البارك هذه بمناطق سكنية. وهنا إذا بدي أفرجيكم على الجهة هاي، طبعا هذه لندن زو، هي أصلا لندن زو موجودة داخل ريجنس بارك. رحت بس عشان هيك اذا الزو فاتحه، طبعا الزو فاتحه. احنا الشارع اللي قطعناه اسمه برنس البرت رود. طبعا اصدقائي هذا جزء من حديقه الحيوانات، واحنا جينا من الشارع هذا. هذا اصدقائي هو مدخل حديقه الحيوانات في لندن المعروفه ب ZSL. طبعا احنا كنا في بريمبرز هيل، مشينا تمشايه طويله وجينا على هذا المكان. طبعا احنا يعني ممكن تقول انه احنا جوات ريجنس بارك. هذه ريجنس بارك. طبعا احنا الان حنرجع تاني على التلة اللي كنا فيها. هذا مدخل المطعم الصيني فينغ شونغ. محمد وقف وقف محمد. لو جيتوا على بريمبرز هيل بتصفوا في اماكن كتير، موجود مصفات طبعا لها مداخل كتير. طبعا هي يعني على دير مدورها في منازل سكنية، هي اشبه ما يكون بحديقة ومرتفعة كمان. اجواء جميلة، بعدين بارك صراحة نظيف كتير. طبعا يا جماعة ثقافة المشي والاستكشاف كتير مهمة، يعني أنا صار لي فترة طويلة حاب أجي عليه وأخيراً جيت عليه. ليش؟ لأنه قررت أجي عليه، صار لي 7 سنوات في لندن أول مرة أجي عليه. إيش بالنسبة لك محمد؟ والله أنا كمان 9 سنوات بلندن أول مرة أجي عليه، فبصراحة مكان رائع جداً وكبير، تشوف لندن كله من عندك. لذلك ثقافة الاستكشاف والمشي مهم حتى تعرف إيش في موجود حواليك. وهيك أصدقائي باجي لنهاية جولتي هذا اليوم، حتى ألتقيكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.